انت تشرف اي مكان. انا شفتك بابا قلت الولد هذا انا اعرفه. ربط خلاص. تلعب اينا جراين. ايش رايك نقدم لك عرض الحين؟ لا لا ليش؟ بس اقعد بالجراين. ها اكيد. ايه قوم ارفع الرايه والهامه يا كويتي الفن والهامه هذا الوطن منا يا بالهمه. يا ريت والله نكون عندنا امثال حيدر وايد. اهم صرف لنا نقدم نموذج نفس حيدر بار باهله وباسرته لانه راح يكون اكيد بار في وطنه وداير باله على علم الكويت. وكره اليد ترحب في كل ابنائكم. انتم اليوم عندنا تبارك الله كل الأندية تقريبا مهتمة في لعبة كرة اليد بدون استثناء. شوف البطل شوفه. لا تقول هذا مو انت بعد. صايد انفراد. ايه. عدل ايه. اسمي بلغة الإشارة ايه. احمد كذي. اول شيء اه. ايه. بعدين حاء. حاء. بعدين ما. ما. ده. ده. بس. الحين شنو طموحك؟ كفو. مثل ما انت ان شاء الله امك راح تدعي لك وانت بار فيها باذن الله عز وجل انك انت راح تكون هني بطل من ابطال اللعبه. شكرا حق رئيس اتحاد كره اليد. والله عيالنا ادب واخلاق وسمو عسى الله ربي يبلغنا فيهم. سالتي لهم ان ياخذون دوره فيها لغه اشاره حتى يتابعون انستغرامي يتعلمون اكثر لان بالمستقبل راح يحتاجونها اكثر واكثر. واحنا لازم نقول حق اللي يسمعونا الحين ان اصبحت لغه الاشاره مهمه جدا. ها قالت ان شكرا لهم ان دقوا علينا وضيفونا ان امي تقول ان تبي اني اصير يعني احسن احسن الحراس الكويت وبالمنتخب. والله احنا فخورين. شكرا لتقاريرك الطيبه، شكرا للقبس اللي اهتمت في هذا الجانب الرائع من حياه هذا الشعب الكريم، شعب الكويت الطيب. قول لها نادي القرين. شلون اقول لها نادي القرين؟ القرين؟ ايه. اوكي. يعني يكون بنادي القرين يكمل اوكي خلاص اخذنا وعد اوكي اكيد